الوداد البيضاوي على موعد مع التاريخ في المونديالتو، فهل يحقق بطل إفريقيا الإنجاز الحلو؟ إليكم خمسة أسباب تجعل الوداد البيضاوي قادرا على التألق وبلوغ النهائي. لأنه الأقوى في إفريقيا، يتربع على عرش الكرة السمراء وتوج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، وأثبت أنه أقوى فريق حاليا في القارة. لأن لديه مدربا يجيد التعامل مع المسابقات الكبرى، الحسين عموتة، أول مدرب مغربي يتوج بطلا لعصبة الأبطال الإفريقية. واقعية في اللعب، نجاعة في الهجوم، وصلابة في الدفاع. يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة ويتألق في المسابقات الكبرى. يعرف جيدا أجواء المونديالتو، بلغ نصف نهائي المسابقة سنة 2011 حينها كان مديرا لنادي السد القطري. حماسة اللاعبين والثقة في النفس، يتمتع الوداديون بمعنويات عالية وطموحهم بلوغ العالمية. يسعى اللاعبون إلى إقناع الناخب الوطني وضمان المشاركة في مونديال روسيا. يتطلع لاعب الوداد للظهور بمستوى جيد وجذب اهتمام أندية أوروبية وعالمية. ولاعب الوداد أمام تحدي محاكاة إنجاز الرجاء البيضاوي في المسابقة. الجمهور والضيافة لفائدة الوداد، تنظم البطولة في دولة عربية، ما يعني تعاطف الجمهور مع الوداد. الإمارات تضم جالية عربية ومغربية مهمة ستدعم الفريق الأحمر خلال البطولة. بن شرقي، جوكير الحلول الصعبة في اللحظات الحرجة. يضم الوداد لاعبين متميزين بمهارات فردية عالية، إسماعيل حداد، إبراهيم النقاش، وليد القرتي، ومحمد أنجم. والعلامة الفارقة، الجوكر صاحب الحلول، أشرف بن شرقي. يتميز بن شرقي بمهارة فنية عالية وقدرة على صناعة الفارق من خلال المراوغات والتمريرات الحاسمة وتسجيل الأهداف بطريقة مميزة. أشرف بن شرقي الذي كسب ثقة الناخب الوطني وينتظر أن يشارك في كأس العالم 2018 مع المنتخب، ورقة رابحة للوداد. فهل يربح الوداد رهان العالمية ويحقق حلم الجماهير المغربية؟